أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول من كان جاهلا بأنه يجب عليه الاغتسال بعد الاحتلام وكان يصلي بعد الاحتلام دون غسل، فما الواجب عليه؟ وكان يصلي بعد الاحتلام دون غسل، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يغتسل إذا علم يغتسل، والصلوات التي مضت إن كانت قليلة يعيدها، إن كانت كثيرة فلا يعيدها. نعم.